طبعا هنشوف بقى مع الكابتن ناصر دلوقتي ايه الاخبار عن فيكتور جوميز وحكام المباراه وحكام الفار. اهلا وسهلا كابتن ناصر. ازي حضرتك؟ تحياتي لحضرتك وتحياتي لكل مشاهدي ومتابعي قناه النادي الاهلي في كل مكان. ويا رب يا رب النصر النهارده للنادي الاهلي في هذه الضغوط وهذه الصعاب. ايه رايك في الاجواء دي يا كابتن؟ بص يا كابتن ايمن، يمكن انا جاي اتكلم عن التحكيم، ولكن انا قبل ما اتكلم التحكيم هتكلم في حاجه مهمه جدا جدا يا كابتن ايمن. مفيش حد في العالم ابدا النهارده اللي ما شاف الظلم الواضح والبين من اتحاد افريقي ضد النادي الاهلي. صحيح، كل الناس شافت الكلام ده كله. وانا بسال نفسي سؤال، يعني هل انتم كاتحاد افريقي النهارده يعني ما شعرتوش بهذا الظلم؟ هل انتم مش بتستفيدوا من اخطائكم؟ يعني انا هرجع بس في واقعه 2019 يا كابتن ايمن. ايوه، لما حصلت المهزله اللي كانت موجوده في استاد رادس. أيوة. مساله تحكيميه وتنظيميه وكل اللي قول زي ما تقول، ولكن كان يجب من هذا التاريخ الاتحاد الافريقي النهارده يبتدي يطور من مسابقاته، يطور من نفسه، لان الاتحاد الافريقي ده حاجه كبيره جدا كابتن، يعني طلع لعيبه كبيره جدا جدا، لكن لما يبقى النهارده الاتحاد الافريقي النهارده نظره العالم ليه في هذا الوقت بالتحديد في مشكله نادي الاهلي النهارده والضغوط التي تمارس عليه من كل الجهات يا كابتن، على كل المحاور سواء من لجنه المسابقات. انا هتكلم بالتفصيل عشان ما يبقاش كلامي يا كابتن ايمن مرسل. صحيح لا، هتكلم بالتفصيل في مشكله لجنه المسابقات، هتكلم في اللجنه المنظمه اللي هي ما زالت موجوده حتى الان، وهتكلم كمان في لجنه الحكام. صحيح. اللي حضرتك اتكلمت في نقطه مهمه جدا، يمكن كتير من الناس متخيل ان لجنه الحكام عينت فيكتور جوميز، ما كانش هيتعين يا كابتن ايمن فيكتور جوميز لولا مطالب النادي الاهلي العادله اللي هي طالب بيها بالتحكيم العادل. مظبوط يا كابتن. طيب هرجع تاني لنقطه مهمه جدا يا كابتن، بقول من مهزله رادس 2019 وهذه المهزله لابد ان كان الاتحاد الافريقي يقف ويبتدي ينظم القواعد والمسابقه اللي هي بتقدر فيما بعد تدي الفرصه وتدي العداله للكل.